اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الكبسه نعملها بناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا وبيتصلوا معانا وبيطلبوا بعض الاكلات اللي هم حابين يعرفوها، وكمان بنتابع من خلال التواصل على السوشيال ميديا اكتر حاجه ممكن تطلب مننا ايه. فكله عايز يعرف الكبسه بالدجاج، الكبسه بالفراخ بتتعمل ازاي بطريقه بسيطه وسهله. معانا ليها العدل بتاعها سلطه الطماطم بالكزبره، دايما كل طبق بيبقى هو سيد السفره واساس السفره، بيبقى له توابع يا اما طبق مقبلات، طبق سلطه، عصير، ايا كان. فالنهارده الكبسه عدلها سلطه الطماطم بالكزبره الخضراء، بتاخد توم وعصير ليمون بتفتح الشهيه. اما الحلو بتاعنا النهارده مفاجاه، التين بتاعنا اللي هو خير ارضنا بتاع الواحات بتاع سينا، تين لطيف طعمه زي العسل. التين ده زي المشمش بيظهر في السوق وقت بس شهرين ثلاثه وبيختفي. تعالوا نعمله النهارده مربى، يبقى التين عندك في البيت في كل اللحظات، ومربى تقدر تعملها بدون اي مواد حافظه، تبقى عندك في الثلاجه. تفاصيل صغيره ولكن كمان بطريقه بسيطه وسهله تقدر تتنوعي في مطبخك. بس اللي عايز اقوله لما بنعمل اكله ايا كانت بتكون من البلد اللي هي المنشا بتاعها او ايا كانت مشهوره بيها، لازم نعتبر في الارض في الامر ان تكون بنفس الطعم ونفس الشكل. الكبسه توابلها بتاعتنا التوابل العربيه، فهنتكلم عن تفاصيلها بعد الفاصل. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. لما تيجي تعمل الكبسه تحط في الاعتبار يكون الرز بسمتي، ما ينفعش الرز يبقى مصري. اتكلم الحقيقه بقى، الرز المصري بنعمل طبق كشري ماشي، بنعمل سوشي ماشي، اما الكبسه لازم رز بسمتي. وعشان الرز البسمتي يشبع معاكي وتطلع الحبايه مستويه ولطيفه وجميله، ما يبقاش الواحد يمضغ فيها كتير، هقول لك على نصيحه انك انت تنقعيه بعد ما تغسليه ثلاث مرات او مرتين عشان نتخلص من الماده الحافظه. بتغسليه بميه سخنه اهو، ده الرز البسمتي، بننقعه في شويه ميه مغليه كده اهو ونسيبه على جنب. دي اول خطوه. مقادير على الشاشه، فراخ، بهارات عربيه، عنوان المطبخ العربي الاصيل اذا كان لومي او قرفه خشب او مسمار القرنفل او الحبان وورق اللورا والملح والفلفل الاسود. دي المقادير البسيطه السهله مع التوابل العربيه. ومعانا البصل والثوم ده اساسي. بس اول خطوه زي ما بدات بيها كده، الرز البسمتي حطيت عليه ميه بتغلي او ميه سخنه بالشكل ده وسبته شويه في الميه. هل هنسلقه بالميه دي؟ طبعا لا. دي اول خطوه انا عملتها. حلو الكلام؟ طيب تمام زي الفل. نبدأ نقطع الفراخ ونشوف ازاي هنتعامل مع البهارات العربية والفراخ تاخد طعم التوابل بتاعتنا الجميلة. هناخد الفرخة الحلوة دي كده، والفرخة حسب وزنها ممكن تكون فرخة مثلا كيلو كيلو ونص حسب عدد أفراد الأسرة. وبصراحة يعني كل ما كانت الفراخ صغيرة كل ما يبقى لحمها طيب، مش معنى إن الفرخة كبيرة يبقى خلاص لا، خلي بالك. أنا بحب دايما الفراخ الشامورت الصغير الجميل الحلو ده كده، بيبقى لحمه لطيف وجميل وما بتاخدش وقت كبير في السوى. الفرخه معايا زي الفل كده، ببدا اقطعها عشان ما تاخدش وقت كبير مني في السوى، اخلص من السلسله بتاعتها اللي ممكن تزعجك في السوى. اهي شلناها بالراحه كده زي الشعره من العجين. حلوه دي السلسله، بنحطها في ميه بتغلي كده تبقى عملت لنا شويه شوربه واحدة واحدة كده زي الفل. هناخد الفرخة دي بعد كده بنقطعها أربعة، نخليها سليمة زي ما أنت عايز، بس يفضل طبعا تقطعها أربع قطع أو ثمان قطع تبقى لطيفة وحلوة، الكل ياكل منها. هنيجي في النص كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وقطعناها كده نصين، ونيجي على النص ده كده برضو بسكينتك أهو كده أربعة، ونفس الطريقة كده. عدد أفراد الأسرة كتير بألف أنا وشفا، ممكن نقطعها على ثمانية، بس في سكينة طبعا بتبقى إيه مخصصة للتقطيع علشان فيها عضم. ها
هنيجي هنا كده اه بالشكل ده كده ادي كده ايه اتنين حلو قوي. احب انا المنامات دي كل واحد المنام بتاعه اه بالشكل ده كده وادي برضو كده مفيش داعي بقى تروح للراجل بتاع الفراخ يكسرها لك بايده هو وما تعرفش الميه دي استخدامها ايه. انا بشوف للامانه يعني الفراخ بتوع الناس اللي بتنضف الفراخ حاطط برميل ميه كل الفراخ بتتغسل فيه، انا مش الجو ده ما بيعجبنيش بصراحه. اه شفت الفرخه غسلتيها وهي سليمه بعد ما اتغسلت قطعتيها، ده اللي يهمني بالتتبيله دي كده. الفرخه بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيها. ادي كام ياكل ممكن كام واحد ياكلوا منها؟ ثلاثه اثنين سبعة ثمان أفراد يأكلوا منها بألف أنا وشيء. معانا طاسة على النار بنحط في الطاسة دي شوية زيت مع معلقة سمنة حلوة كده. لما نقول كبسة يعني نهتم بالمادة الدهنية، ممكن سمنة بلدي تبقى لطيفة وجميلة خاصة مع كبسة الفراخ، بما أن كبسة الفراخ نسبة الدهون فيها بتبقى قليلة. حلو، بناخد الفراخ تتحمر بالشكل من غير توابل يا شيف، آه من غير توابل خالص زي ما هي كده، اه زي ما هي بعد الغسيل مباشرة. الصدمة النارية دي هي اللي بتشيل الزفارة، اه التحميرة دي مطلوبة. اه الله، واسيبها في قلب النار واتخلص من البلانشة دي مش عايزها، دي أول مرحلة. حلو الكلام، نجيب بلانشة تانية. تعالوا مع بعض ازاي نشوف. الله ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده، طبيعي لازم تاخد لون. من غير توابل يا شيف، اه زي ما انا شغال كده. آه. ريحة السمن البلدي مع معلقة الزيت، حتى تحس ان البخار اللي طالع ريحة فراخ. آه. حلوة اوي. الخطوة الأولى عندي بصل، باخد البصل ده كده بقطعه بالشكل ده كده. حلو كده نفس الطريقة. أحب أنا البصل جوه الكبسة، بصل زي ما هو كده ينزل فوق الفراخ. حلو، وفوق البصل ده يا عم الشيف البهارات بتاعتنا الجميله بقى، قرفه خشب، ورق لورو، حبهان، قرنفل، لومي، الليمون الجاف اهو، او الليمون الاسمر مسمي ده عنوان الكبسه. حبيت اللومي دي الشيف المغازي علمنا حاجه، بياخدها يكسرها كده في قلب الايه كده. الحامض بتاع الليمون ده بيودي الرز في حته تانية خالص، دي الكبسه ببساطه خالص. اتعلمتيها زي الفل. نقلب بقى كده. نعم يا غالي، سؤال حلو بشكرك عليه، بيقول لي الكبسه باللحمه نفس الطريقه؟ نفس الطريقه، بدل ما انا حمرت الفراخ في الاول بحمر اللحم، هي نفس الطريقه، بس اذا كانت اللحمه ضاني بنكتر القرفه شويه عشان نتخلص من الزفاره بتاعه الضاني. شفت الفراخ اهي مثلا زي ما هي كده بغطيها من غير ميه، اه من غير ملح، اه زي ما هي كده. دي خطوه اولى. الخطوه الثانيه، انا دايما بحب الجزر مع الرز البسمتي. انا معايا الرز البسمتي بتاعنا سلقناه بالشكل ده كده، سوري حطينا عليه ميه مغليه اهو، تلاحظ ان حبات الرز لونها اتغير بالشكل ده كده اهو. اه ايه الحلاوه دي، اه بهياه يعني بحضره ان احنا ايه هنحطه دلوقتي في الشوربه بتاعه الفراخ. طب تقدر تقول لي ليه سموها كبسه؟ ليه سموها كبسة؟ لأن اللحمة والدجاج بيتكبس جوه الرز، ولازم يتقدم، لازم نتعب على ما نطلع اللحمة أو الفراخ من جوه الرز، عشان كده سموها كبسة.
غير البرياني، غير المندي، غير المشخول، الأكلات اللي احنا عارفينها، الأكلات العربية دي، الدجاج أو اللحمة بيختلف فيها. نقلب دول مع بعض. الله. على فكرة لما تغطي الحلة وفيها بصل تلاقي البصل لوحده فك من بعضه نتيجة تعرض البخار واصطدام البخار بالبصل، فبيخلي لك البصل زي ما انت شايفاه كده يورق. عرفتوا ليه انا بغطي الحلة؟ قطعت بصل وحطيته، بمجرد ما بغطي الحلة دقائق معدودة هسه يعني زي ما الشيف ما بيقول، ايه اللي بيحصل؟ يتعرض البخار ويعمل الصدام ما بين البصل وما بين البخار في قلب الحلة فيورق معاك ويفك من بعض، يبقى معنا بالشكل ده كده. الله، هو ده. نبدأ يا عم الشيف نحط الايه؟ المية المغلية اللي فيها الظهر بتاع الفرخة. زلزال، اللهم صل على النبي. حلو، المية ملهاش عوزة بقى، خلاص. ما حطيتش ملح يا شيف. أنا لما أحط الملح في الأول خالص بيعرقل عملية السوى، ما بيظبطش معاك الطعم، فالملح ده نحطه فين؟ في المرحلة الأخيرة من تسوية اللحوم أو الفراخ. علل ولماذا؟ بنضمن تظبيط الملح في الأكل، ده رقم، لأن المية ممكن تخس معانا، نبدأ نزود مية، نبدأ نزود ملح. المية تزيد معانا نشيل من المية ونبدأ نقلل الملح. فخلي الملح ده في المرحلة الأخيرة من السوى، دي رقم واحد. فرخة زي الفل ما شاء الله، في الحلة مليانة، وهنعمل دلوقتي الكبسة تكف الحبايب والجيران. وأهي فرخة، فرخة حلو على النار، حلو، نسيبها تغلي. وخلي بالك، شفت لاحظت حاجة هنا؟ أنا حاطط المية بتغلي على الفراخ وهي جاهزة، فما بتاخدش وقت على طول، ما اقعدش بقى ابص للحلة مستني المية تغلى خالص، يعني لحظة، مجرد ما حطيتها على طول بتغلى. هنغطيها كمان شوية. حلوة. أستاذن الشباب نطلع فاصل. طب نطلع فاصل. أنا كنت هعمل التين بصراحة، عايز أعمل مربة التين، بس مربة التين بتفاصيلها بعد الفاصل عشان يبقى التين موجود عندك في كل أوقاته. أوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن فرخة كبيرة وطعم جديد. جت معايا ازاي مش عارف، الفرخة استوت الفراخ والله، بص انسى. تقطيع الفراخ لأجزاء 8 قطع مثلا بيساعد على تسويتها سريعا وتديك الطعم. ملاحظين حاجة هنا؟ اللي هيقول لي عليها بصراحة يعني بمركز معايا قوي 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 بجد، ومكتوبة في المقادير، ولكن مع الأكلات العربية لها ميزان تاني ولها أسلوب تاني. توم، توم يا طيب، التوم يتحط كده، بيتحمرش، يتحط كده في قلبها، يا ويلي، هو ده توم. ياخد الرز في حتة تاني، الله يسامحك يا شيف، التوم وريحة بقنا توم، هو ده، حلو قوي. مع النعناع، مع الفلفل، كل دول في قلبي يعني. نغطيها ونسيبها شوية. بس أنا عايز السرعة عجباك، أنا مش هغطيها والله عشان خاطرك يا شيخ، هعديها. تعالوا مع بعض نشوفوا مقادير عمل مربة التين. التين زيه زي المشمش، فجأة بيظهر بأشكال بيضة، شفنا الشكل الأبيض بتاعه الحلو لطيف معسل، حلو أوي الحاجات دي. والتين طبعا احنا عارفين اللي هو الجميز يعني. انا بصراحه يعني كنت في البلد زمان وانا في الثانويه العامه كنت اذاكر تحت الجميزه في الفجر، كنت بساعد الوالد رحمه الله عليه، فالجميزه دي كانت تنزل زي ده كده كبير كده ومعسل ومرمل وزي الفل، اللي هو التين، عشان نوصل ليه للحل يعني. انا عايز اعمل مربى التين النهارده،
هعملها بطريقتي الخاصة وانت ممكن تعملها بطرق مختلفة، بس جربوا الطريقة دي. المقادير معانا التين، معانا جيلي، ممكن الجيلي ده أي طعم، ممكن يكون ليمون، ممكن يكون جيلي التين موجود، مفيش أي مشكلة. ممكن نجيب جيلي شفاف عادي البودر أو الألواح اللي موجودة منه. معانا سكر، معانا قليل من ملح الليمون وعصير ليمون. هي دي المقادير ببساطة. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض إزاي. طاسة على النار أو الحلة اللي هنعمل فيها المربى. حلوة. أول حاجة بعملها بحط السكر. أنا بقى عايز أعملها بمزاج. السكر كده في الحلة وهي سخنة. إيه اللي بيحصل؟ بياخد مرحلة إيه يا عم الشيف؟ مرحلة كرملة. أشيله من النار. بحط شوية ملح الليمون عليه على السكر. الله. حلو قوي زي ما انا شغال كده. ده ملح الليمون. واخد التين بتاعنا الحلو ده كده واجي جنب النار. ربنا يكفينا شر النار. ونمسك التين ده يا عم الشيف بعد غسيله جيدا. بنقطعه في قلب الايه؟ طاسه كده. الله هو ده. مربى التين على طريقة المغازي، سهلة وبسيطة. خليه بقى ينزل ليه المزازة بتاعته مع ملح الليمون والسكر والسكريات بتاعت التين. الله صعبان عليا احطك والله في الحلة، يعني انا ريقي جاي عليك بصراحة. انا مش هحطك بصراحة، لا خليكي على جنب كده. نعم لما تقول لي اطلع فاصل. بعشقه تين. والله. اولا التين من فوائده الاساسيه قيمته الغذائيه العاليه طبعا، ولكن مشاكل الامساك، حد عنده امساك ياكل من التين ده. وفوائده كتيره طبعا. حلو. دي مش هحطها، دي بتاعتي. حلو. ده التين. اول حاجه حطيت السكر، حطيت ملح الليمون، وحطيت التين فوق. واخده على النار كده. وحط قليل من الماء. بس خلاص. ونسيبه على نار هادية خالص. بس لازم تغطيه. ندمسه. أغطي؟ لا حاضر. يبقى معانا التين والفراخ على النار. بس عجباني أوي شكل الفراخ. خدنا من النعناع اللي احنا عايزينه، خلاص دوره انتهى كده. دور النعناع دوره انتهى. هي الفكره كلها ان انا لما حطيت النعناع عشان ريحه الثوم اللي انا حطيتها نيه في قلب الشوربه بتاعه الفراخ. ده النعناع خلاص. شفت التركيه دي كده؟ الفراخ. اللهم صل على النبي. نبدا بقى نحط الرز ونكبس الرز على اللحم. نكبس الرز على الدجاج. معانا جزر. حلو. معانا رز بسمتي احنا غسلينه، وبعد ما غسلناه حطينا عليه ميه مغليه. اللهم صل على النبي. ده سهله الكبسه يا شيف. امال ليه بقى الكبسه ولا بعمل كبسه احس ان انا يعني؟ لا الموضوع في المطبخ رايق وزي الفل. هي حلة واحدة استخدمتها بغطا، ولازم يكون في غطا ليها، والرز مغسول من بدري، بضمن عملية تسوية الرز زي الفل. وقلب يا أم غازي. نظبط الملح بتاعنا على وش الرز كده عشان نعرف مقادير البهارات بتاعتنا. ملحنا اللي هينزل على اللحم وينزل على الرز. ودايما الملح يبقى بالسالب مش بالموجب. بهاراتنا دي بابريكا، شويه كركم، شويه كمون، الله، شويه فلفل اسود. كل ده على الرز. خد الحته اللي جايه دي بقى، ده مسمار اللي هو القرنفل.
بياخد الكبسه في نار. هو ده كل ده عم الشيف، كل ده ونقلب. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ نعم خبره بقى. بقول لي ظبطت عيار الشوربه ازاي؟ لا شفتك شلت من الشوربه ولا حطيت منها ولا كده. بص بقى يا شفيق، ديت الايه؟ كتر التكرار بيعلم الشطار. حلو الكلام؟ خلاص. كبسه خالصه كده زي الفل، وهدي النار عليها بعد غلوه. تعملي رز بشعريه، تعملي رز مصري، اي رز بتعمليه يا ست الكل، اوعى في حياتك تهدي النار غير لما يغلي. عينيا. حاضر. واروق الدنيا كده عشان مخرجنا عايز نطلع فاصل، ونرجع بعد الفاصل نشوف التفاصيل الصغيرة لمربة التين والكبسة بتاعتنا على النار. أو هتروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عملنا الكبسه بتكنيك عالي وخبره عاليه وتفاصيل صغيره، معاني كبيره، طعم جديد، كل ده زي الفل. ولكن في الاول وفي الاخر مخرجنا عايز يشوف الكبسه. اهي بص على الحلاوه، زلزال في قلب الحله. كل اللي احنا هنعمله كبسه ما تتقلبش كتير. على فكرة وجود الفلفل الحار هنا اختياري حسب الرغبة. انت حباه اهلا وسهلا، لازم تسألي افراد العائلة الكرام، افراد الاسرة الغالية، تحبوا الفلفل الحار في قلب الكبسة؟ انا شخصيا بحبه. الكبسة نوعين في الدول العربية، البعض بيحبها الكبسة بيبقى لونها احمر، دي بتتعمل بالطماطم، وفي كبسة بلون المرق، مرق اللحمة ومرق الشوربة، ليه الشوربة يعني؟ شوربة الفراخ غير شوربة اللحمة، شوربة اللحمة بيبقى لونها غامق شوية، شوربة الفراخ بيبقى لونها أبيض شوية. فالكبسة نوعين، يا إما الحمراء بتاخد طماطم أو معجون طماطم. وكبسة الكبسة البيضاء اللي هي من غير لا طماطم ولا معجون طماطم. دي الكبسة البيضاء بتاعتنا خالص بطعم الفراخ وبلون الفراخ. ولكن وجود الجزر جواها بيدي لها طبعًا إيه؟ غناوة. ولكن المهم اللي إحنا نفهم إمتى نحط الجزر على الرز. لو انا هعملها كبسه بالطماطم ما احطش الجزر، لو انا هعملها كبسه بيضه احط الجزر. الاحمر بقى دي بابريكا مش طماطم. شوف الفراخ لونها دي لو فيها طماطم ما تبقاش الفراخ لونها ابيض كده. بص عليها. الله، ايه ده؟ ايه الزلزال ده؟ مدرسه مدرسه، شفت هو ده؟ حلوه. انا مخرج بيحب شغله. نغطيها حلو زي الفل. عيني. حاضر. عايز اشوف مربى التين. بص على هنا، خلي بالك ما تغلطيش بقى، كنت الحاجات دي بغلط فيها زمان. المعلقه اللي قلب بيها التومه احطها في قلب المرا. لا لا اهو شفت ملاحظ اي فيش اي حاجه، اروح بعيد خالص كده وجايب حاجه بعيده خالص اهي. واشوف المربى بتاعتي. بص على المربى. الله، هو يتهير لوحده مجرد ما اضرب فيها، هو الواحد اصلا مستوي. ده مش محتاجه ولا يتقطع اصغر من كده. انا من عشاق مربة التين لما تبقى سليمه في قلب البرطمان، واطلعها كده الاقي فص التين طالع قدام عينيا بيغازلني. نعم. لسه اصبر على رزقك، مستعجل ليه؟ الماء المغلي او البهريز اللي نازل من التين ده مع ملح الليمون والكرمله بتاعه السكر لازم يبقى له شخصيه وله قوام. دايما لما بنشتري برطمان المربى بنضرب فيه المعلاه تعلم مكان اخدنا من البرطمان. عشان كده لما نحطه في التلاجة واحنا صغيرين يقول لك مين اكل مربى، بتعرف الحاج عرض ليه، بتلاقي المعلاه معلمه في البرطمان. حلو قوي. طب احنا هنجيب التفاصيل دي منين؟ هو ده الكلام. بعد قبل ما نرفع المربى من النار، معايا الجيلي بحطه هنا
يا اما ليمون يا اما جيلي بدون رائحه خالص ولا لون طعم. بسقطه هنا واشيله من النار واستبرد المربى بطبيعتها بتاخد القوام اللي احنا بنشوفه في برطمان المربى اللي بنشتريه، بس لسه طبعا لسه عايزينها كمان على النار. بس انا احب اتكلم عن التفاصيل الصغيره دي علشان نبقوا عارفينها. المعلقه اللي قلبت بيها بحطها على جنب كده عشان اقلب بيها تاني. خلي بالك الحاجات دي مطلوبه، يعني ممكن تكوني مقلبيها بها توم، مقلبي بها بصل، اهي في طبق جانبي على لوحديها، واغطي ونعمل مع بعض السلطه. شوفوا السلطه مقاديرها ولا نشتغل يا شباب. طماطم، كزبره خضراء، توم، طماطم، كزبره خضراء، توم، عصير ليمون وزيت زيتون. الله، ايه الحلاوه دي؟ مقادير على الشاشه ما شاء الله، ونكتبها ورا بعض. طماطم سليمه زي الفل وتكون طازه وتكون مستويه ما يكونش قلبها اخضر، معانا التوم، معانا عصير ليمون، ومعانا كزبره خضراء، وما تنسيش البهارات بتاعتنا، شويه ملح وشويه فلفل وشويه كمون. حلو الكلام؟ تعالوا نعملها مع بعض سريعا. اخد طماطم اهي، قطعها بالشكل ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو سكينتك حاميه، قبضتك على ايد السكينه بالشكل اللي الشيف المغازي شغال بده كده عشان ما تعوريش نفسك. الطريقه اللي انا بقطع بيها الطماطم دي اسهل طريقه تحافظ على سوائل الطماطم. الطريقه اللي انا بقطع بيها الطماطم دي اسهل طريقه تحافظ على السكينه ما تبردش منك بسرعه. هو انت بتقطع فراخ او لحمه يا شيف؟ ايه الفلسفه بتاع تعالي كده نقطع عكس ما انا بقطع. مثلا بقطع كده، شايفه السهوله؟ تاني، الحاجات دي للمبتدئين في المطبخ، امهاتنا عارفين الكلام ده. حلو، نيجي بقى للموضوع التاني. قطعت الطماطمية نصين، ما اجي اقطعها كده، شفت بقى، شفت الموضوع ده كده شفي؟ والله العظيم ما بهزر. قشره الطماطمية دي ايا كانت السكينه تاخد وقت. طب نقطعها كده تاني بقى العكس، بص كده كده هتلاقي، بص الطماطم، بص شوف شوف شوف، بص الطماطمية عملت معايا ازاي، شكلها وحش قوي. بص شفت ده ده المنظر. تاني كمان واحده، يلا نستغنى عنها تاني. بتيجي الفرصه ان انا اتكلم عن الف باء مطبخ، ما بخالش. هل دي زي دي؟ مستحيل طبعا. مخرجنا الله عليك، الله عليك، ربنا يكرمك يا رب. هل ده زي ده؟ مستحيل. وبصراحه يصعب عليا، انا مش هحطه مع السلطه خالص. انا عايز السلطه كده لها شكل. نيجي بقى للطريقه الصح. شفت السكينه اهي، حلوه اهو. والله ما كنتش اعرف يا شيف، ده انا كل يوم اسيبني السكينه وايديا توجعني من تقطيع الطماطم. اقول ده طماطمايه مش عارفه تقطعيها يا بت يا سوسو. حلو كده، الطماطم جاهزه. حلو زي الفل وما فيهاش اي سوائل. هناخد طماطم زي ما هي كده بالتقطيع الحلوه دي كده، ونسقطها هنا كده. يلا بينا. الله الله، حلو. معانا كزبره خضراء دولت بنقصه، حلو قوي. معانا طماطم، معانا كزبره خضراء، ادي الطماطم بتاعتنا. ننزل بالثوم، ده ثوم مفروم طازه، اوعى تحطي ثوم باودر ازعل منك، دي مش هتاخد بصل، مش هحط لها بصل، هو ثوم بس. بس طالما حطيت ثوم طبيعي بحط شويه نعناع يابس او نعناع اخضر، بس يفضل النعناع الناشف ده، ريحته حلوه اللي بتحطيها على كوبايه الشاي ساعه العصاري. كبسه، حاضر اهي كبسه بتناديني، خلاص جاهزه. حط كزبره خضراء مفرومه جاهزه، ليه كزبره خضراء؟ ليه ما حطيتش شبت؟ هي الكزبره الخضراء مع سلطه الطماطم اتعلم منها. عصره ليمون، زيت زيتون، واخد الكمون في طريقي. الله، غرقيها زيت زيتون، يساعد على الهضم، يساعد على علاج الامساك، طالما زيت زيتون على البارد. حلو قوي المعلومه اللي بتقولها في الزحمه دي، شويه الكمون الحلوين دولت. انا بحب السلطه دي عليها كمون، انت مش بتحب براحتك. نقلبها زي الفل. ملح بقى، في مشاكل في الضغط في العائلة، نقلل الملح، نزود الملح اختياري. السلطة دي عشان تاكليها للأمانة
حطها في التلاجة في الجو الحر ده ساعة زمن تبريد عالي. تاكل مانجا مش بتاكل طماطم. اه والله العظيم. تاني السلطة دي عشان تاكليها حطها في التلاجة ساعة زمن في تبريد عالي. حلو. نغرفها مع بعض عشان نغرف الكبسة. خلصنا شغلنا زي الفل. نجيب طبق حلو كده يستاهل والله. والله تستاهل. الطبق ده عجبني قوي. معانا جرجير طازه زي الفل. بناخده نحطه كده هنا. شفت الجو ده كده اهو. وناخد السلطه الحلوه دي كده ونسقطها هنا كده. الف هنا وشفا. ليه تشتري طرش من بره؟ ما انت في ايدك تعملي الطرش. في ايدك تعملي طبق المقبلات اهو. ويا سلام لما تاكلي العود الجرجير اللي تحت الطماطم ده. حاسبة على صوابعك. تضحكي ها؟ اه والله. اللي انا بقوله ده بيحصل. جرجير هيبقى له طعم تاني. نازل عليه البهريز بتاع التوم وزيت الزيتون. اهو. اهو حاضر اهو. يلا هو ده. انا عارف انك بتعشق الالوان الحمراء. اهو. الورد. يا ورد. اهو. اللهم صل على النبي. تمام؟ تمام. خلصنا كده. عايز تشوف الكبسة؟ عينيا. اريك احلى كبسه دي. بنجيب سيرفيس كبير طبعا او جات كبير او صينيه او التبس. بقول المسميات العربيه بتاعه الكبسه يعني. نعم اه 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 ما شلتهاش من مكان اهو. زي الفل. انا عايز اروع الطبق بس اه. لا مش محتاج اي جر. كفايه عليه العود الجرجير اه. زي الفل. التفاصيل دي مطلوبه. اخبار الكبسه ايه؟ لا ريحه التوم الني في قلب الرز دي خبره السنين. بنقدمها على طبق من فضه لحضراتكم. لا انما لما التومه تتحمر في قلب الكبسه بتغير لك من طعم الرز. الله. ومن طعم الكبسه. الله. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده يا شيف؟ يا بختك يا شيف. انا ما طلعتش الشيف ليه؟ انا ما كنتش عايز اخش هندسه. ما كنتش عايز اخش طب. ما كنتش عايز اخش تجاره. كنت عايز اشيف زي الشيف المغازي كده. الاقي قدام عينيا كل يوم فراخ وكبسه ولحمه. بس دي مجهود برضو خلي بالك. كل واحد يشتغل الشغلانه اللي بيحبها. حلو. اه ريحه الفراخ مستويه. ده انا هوريك الفراخ دلوقتي حكايه. نغرف؟ يلا. حاضر والله اعمل لك اللي انت عايزه. مش حرمك من حاجه. مخرجنا بقى بيحكم علي احكام اهو. زي الفل. دي كبسه فيها الفراخ. اللي عايز ياكل الكبسه يتعب شويه ويشوف الفراخ تحت. انا اطلع لك الفراخ فوق عشان تعرف ان احنا ايه كرمه بطبيعتنا الشعب المصري الجميل. فرخه والله العظيم مغرقه الحله كبسه. انت كلتي وعيالك كلوا والضيوف اكلوا والكبسه بتتكلم عربي. ايه الحلاوه دي؟ لومي ده عنوانها. ليرف الخشب عنوانها. الحبهان عنوانها. الفلفل الاخضر الحلو ده الغاوي. الغاوي. الله اكبر. حاضر يا فندم. لا المربى لسه. نعمل التركايه الاخيره. احنا لو قعدنا قدامها يوم مش هنوصل للقوام اللي احنا عايزينه. بس احنا بنتكلم عن الفكره. نروق السرفيس ده كده. دي يعني البعض بيحط معاها ليمون. بعض بيحط معاها فلفل حار حسب الرغبه يعني. شيل كل ده كده. ده الطبيعي. عدلها سلطة الطماطم اللي حضراتكم شفتوها. هل كده احنا حلوين ولا ايه؟ قول لي. انا اجيب لك المربى هنا دلوقتي. المربى دي خلصانة خلاص.
اللهم صل على النبي. انا عايز اقولها غرفها في طبق حلو كده عشان مخرجنا يظبطها. التركية الأخيرة. اوعى تنسى وتجيب معلقة فيها توم ولا بصل. اغير الجلافز ده كده. اللهم صل على النبي ونشوف ايه الحكاية. اسحبها من النار. بص بقى المراقبة. شوف التين. شوف التين. شوف التين. هو ده. ده مربى التين يا عم الشيف. خلي التين يا اختي سليم زي ما هو كده. ما تقلبوش كتير لان هو استوى. واوعى الشربات اللي نازل من التين ده. التين ده حكايه موسوعه. هعمل ايه بقى؟ اخد الجيلي. لا يا عم، وانت بتعمل مهلبيه؟ انت بتقول لي حط صب من الحله بصب. سيبها من الغطا مفتوح بسيبه. بس لما تيجي تقول له حط نشا، خدنا بيقول لي ايه رايك لو حطينا النشا بدل الجيلي؟ لا، الجيلي ده كل ليمون بيدي طعم. بس كانك بتعمل جيلي. سيبيها بقى تبرد. بس خلاص. الله على الريحه اللي طالعه حلوه. نغرفها. اوعى المغرفه دي تكوني غرفه بقى حاجه قبل كده. اغسليها. مربى التين يا عم الشيف. لا دي ما ينفعش اصب كده. نعم والله للامانه يعني انا ممكن اكلها وهي سخنه دافيه كده مع شويه قشطه بلدي ورغيف عيش فينو، واحلى سندوتش تعمليه لجوزك الصبح يتنه طول النهار يدعي لك وهو راجع يتصل بيك يا حبيبتي عايزه حاجه من بره، هات بطيخ معاك وانت جاي. يجيب بطيخ على طول. والله ليه بقى؟ انت بالصبح مظبطاه بسندوتش مربى التين بالقشطه البلدي في العيش الفينو. حاضر يا فندم. والله بسمع كلامك وبضحي بحاجات كتيرة. ده لما تحط جوه التلاجة موضوع تاني، ولا هتصبها كده هتقطعي منها ايه زي السكينة في الحلاوة. دي مربى التين. تسلم ايدك يا أم غازي. فيها عصرة الليمون. فيها ملح الليمون عشان المزازة. السويت اند ساور. شفت مربى التين عملها الشيف ازاي؟ اصبح يبقى تروح عند الفكهاني ما تسألوش على التين. جوزك عايز ياكل تين، هتفتحي باب التلاجة تطلعي له طبق تين مع شوية قشطة بلدي بألف أنا وشفا. كبسة بالدجاج من المطبخ السعودي المطبخ العربي، بنوجه لهم تحية كبيرة من مزبيرو. كبسة بخفة دم مصرية. عملنا عدالها سلطة الطماطم بالتومة والكزبرة لطيفة وجميلة. مربى التين الحلوة اللطيفة اللي واخدة لون التين وطعم التين ومزازة التين وحموضة التين. رؤية فن إبداع. بتشوفوا كله مع شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من مزبيرو. We'll be right back.